بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد من قناة تكنو ويب. النهاردة هنتعرف على كيفية التسجيل في موقع تي داتا وإيه هي المميزات اللي ممكن أقدر أحصل عليها من خلال إن أنا عملت مثلا عضوية على موقع تي داتا. تمام، أول حاجة هنشرح إزاي إن إحنا نقدر نسجل على موقع تي داتا، تي داتا دوت نت، بعد كده ماي تي داتا على اليمين، هنضغط على ساين أب. الصفحة فتحت معانا. تمام، كرييت يور اكونت. ايه الحاجات اللي هي المتطلبات اللي احنا محتاجينها عشان نسجل؟ اول حاجة رقم الخط الارضي بتاعك اللي انت مسجل عليه الخط، تمام، شوف انت في انهي محافظة. تاني حاجة اللاند لاين نمبر، اريا كود، سوري اريا كود دي اللي هي المحافظة اللي انت مسجل تبعها، نفترض مثلا كايرو. اللاند لاين نمبر رقمك، تمام، و رقم الموبايل نمبر. الموبايل نمبر اللي انت مسجله اساسا في اثناء تسجيل الخط او العقد بتاعك في الشركة، بتبقى مسجل في العقد الرقم بتاعك، ممكن طبعا تعدله او تغيره عن طريق ان تتصل بالدعم الفني بتاعهم. تمام، بس بعد كده بعد ما تضغط طبعا تكتب الفيريفيكيشن، الصورة ديت التأكيد، تضغط نيكست، وبعد كده بيدخلك الفيريفيكيشن، وبعد كده اكونت انفو، خلاص يعني يتم عمل حسابك. تمام، ممكن نعمل مثلا الكسندريا هنا، تمام، ونكتب اي رقم. قبل ما يفتح، ايه هي الحاجات اللي انا ممكن اقدر استفاد منها عن طريق ان انا بعمل عضوية في الموقع؟ حاجات هي اول حاجة نظام فور يو، نظام النقط اللي هو مثلا على كل 3 شهور او على كل شهرين مثلا او كل شهر براحتك، بيبقى ليك عدد نقط معين، مثلا نفترض 100 نقطة، 100 نقطة مثلا بتدفعها، مثلا لو دفعت مثلا 130 جنيه على خط 1 ميجا، بيبقى ليك 100 نقطة، تاني شهر 100 نقطة، تالت شهر 100 نقطة مثلا. فالحاجات دي بتجمع معاك وفي الآخر ممكن تاخد بيهم خصم كام؟ ممكن تاخد بيهم خصم مثلا 30 جنيه. تمام، ايه هي يوسج كوتا؟ يوسج كوتا اللي هي لو انت مثلا في العرض الجديد زي ميجا بلس، بتبقى عايز تعرف استهلاكك قد ايه من الداتا بتاعتك. مثلا لو على خط 1 ميجا بيبقى ليك استهلاك 150 جيجا في الشهر، فبتبقى عايز تتابع ده بشكل دايم بحيث ان انت متتعداش الكوتا بتاعتك او الاستهلاك بتاعك الشهري. تمام، ففي نفس الحساب اللي انت بتعمله على ماي تي داتا بيبين لك انت سحبت مثلا في اليوم 2 جيجا، باقي لك اخر الشهر 30 جيجا مثلا يعني. تمام، ممكن تدفع اونلاين لو معاك كريدت كارد. ديتيل ان بروموشن، ممكن تعرف احدث العروض اللي موجوده، هل هي مطابقه للعملاء الحاليين ليك انت ولا لا. تمام، طبعا في قسم الدعم الفني عن طريق الشات، بتكلمهم لو عندك اي مشكله بتشرحها لهم وهم بيتابعوا معاك. تمام، شوف الحساب هو كده مش عايز يتفتح، تمام، بحيث انه عايز بيانات ما تكونش اتسجلت قبل كده. هو يعني التسجيل بتاعه سهل مفيش مشكله، بخش بالحساب بتاعي بحيث ان انا اوريكم الحاجات ديت. فهي فوائده كويسه يعني، منها خصم ومنها بتعرف الكوتا بتاعتك بحيث ان انت ما بتتعدهاش، ولو حبيت تدفع اونلاين تدفع اونلاين، تعرف العروض الجديده، ممكن تكلم خدمه العملاء، تمام، الدعم بتاعهم. حبيت بقى تضيف خدمات تانية مثلا زي الاي بي اللي هي اوبشن باك، تمام، بس هي اهمهم يعني اللي هي اليوسج كوتا ديت، اللي انت بتعرف بتستهلك قد ايه في خلال الشهر واللي فاضل لك قد ايه ومعاك قد ايه.
وايضا برضك حته الفور يو والنقط اللي انت بتجمعها. تمام، او فتح معانا. فايه زي ما انا قلت فور يو بروجرام. تمام، ممكن تعمل في ماي بيلز ديت اللي هي الفواتير بتاعتي، ممكن تعمل تجديد الاشتراك بتاعك، ريتشارج لو حبيت ان انت تشحن الكوتا بتاعتك، او انت الكوتا بتاعتك اللي هي الاستهلاك بتاعك من الجيجا اللي هي محسوبه لك، مثلا لو 150 جيجا خلصت حبيت تشحن تاني، فبتخش هنا ريتشارج او شحن الحساب بتاعي. لو حبيت تجدد لصاحبك مثلا، جيرانك، whatever. تمام، حبيت تعرف تاريخ الفواتير بتاعتك قد ايه، تمام، الدفع اللي عليك حاليا قد ايه في نهاية الشهر او في نهاية بعد ما خلصت الاشتراك بتاعك. ممكن تغير السرعة، تمام، ممكن تعمل سسبند او رياكتيف، ممكن توقف او تشغل الحساب بتاعك. تمام، حبيت اي وقت تعمل وقف الخط بتاعك او تشغيله تاني، اوبشن باك اللي هي خدمة الاي دي الثابت. ممكن تعمل ريكويست لديفايس زي اللي هو عاملين عليه عرض حاليا، نت سيفر او راوتر. تمام، ريكويست هيستوري اللي هو البيانات القديمه بتاعتك. هنا ممكن بقى تعمل اديت ماي فايل ماي بروفايل سوري، او تغير الباسورد اللي انت عملته، الاي دي اس ال يوزر نيم الباسورد بتوعك من غير ما تتصل بيهم ويبعتوها لك في رساله والكلام ده. تمام، طرق الدفع بتاعتك، ممكن تعمل تيكت عندك مشكلة مثلا، ان انت عندك بيقطع او وطيفر وهم بيتابعوا معاك. ممكن تعمل سبميت كومبلين، شكوى في اي حد. تمام، ممكن شكوى في حد اتكلمت معاه كلمك معاك باسلوب سيء او وطيفر، اي شيء ممكن تعمل ايه. تمام، طبعا اهم حاجة فيه اللي هو الفور يو بروجرام زي ما قلت لكم، هو حساب فور يو دي. اول ما بتفتح الحساب بتاعك بيظهر لك 3 حاجات دول. تمام، هنا فاضل لك قد ايه على الدفع، 13 يوم. هنا استهلكت قد ايه من ساعة بداية الاشتراك بتاعك في 1/11، استهلكت انا 20 جيجا. تمام، هنا النقط اللي ليا قد ايه، 434 نقط نقطة سوري. تمام، يبقى اهم حاجة فيهم النقط الاستهلاك بتاعك. تمام، وبالنسبة لو انت كنت على ميجا مثلا او طلقة، العروض بتاعتهم الجديدة هيهمك اوي حتة الاستهلاك الشهري بتاعك. تمام كده، اتمنى اكون وضحت لكم ايه فايدة ان انت تعمل حساب على موقع تي داتا. بصراحة في خدمات كتيرة جدا بتوفر عليك ان انت تتصل بخدمة الدعم الفني او بالمبيعات، وبتعرف منها حاجات كتير. تمام، شكرا لكم.